بداية ناس شيعت صبيحة اليوم جنازة شابين فضيل وأحمد شايب متأثرين بإصابتهما بحروق من الدرجة الثالثة، وذلك بعد انفجار غاز بمحلهما بحي برج أسنوسي بولاية العواط الأسبوع الماضي، أين تم نقلهم آنذاك إلى مستشفى الدويرة بالعاصمة لتوافيهم المنية متأثرين بالحروق البليغة. التغطية كانت لمصطفى بن مسعود. نتقدم بخالص العزاء لأسرة هذين الفقيدين وإلى ساكنة ولاية الأغواط وإلى كل الأسر الضعيفة المحطمة، هذه الأسر الفقيرة. هذان الشابان نموذج لكل شباب الجزائر، هذان الشابان عرف بأخلاقهما، أبناء الحلق والمساجد، شابان مثقفان مهندسان لم تتح لهما فرصة التوظيف، اتكل على الله وحاول أن يشتغل في التجارة الحرة، قدر الله أن يكون هناك انفجار في محلهما، نحسبهما من الشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهما في الصالحين، وخاصة في هذه العشر من ذي الحجة وقد أخذهم الله إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقمدهم برحمته، وعزاؤنا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والله احنا يرحمنا ربي ويفعل بنا خير، والله يبدلنا الساعة بساعة خير، والله يجازي كل من أتى لهذا العزاء، يجعل خطوات مضاعفة الأجر، ويجعل قلوبنا صافية على جميع الخلق يا رب العالمين، لا تولينا في المؤمنين مكروها. أناشد وألتمس من السلطات المحلية الإسراع في مستشفى للحرق. احنا شفنا بكل عيد، العيد الماضي كان ايوب رحمه الله عليه، ثم العائله تاع المحافير رحمه الله عليهم، ثم اليوم هاو جاء قال كل يوم حريق. لا اطلب والتمس من السلطات المحليه الاسراع في انجاز مستشفى للحرم. رحم الله الفقيدان.